تراجع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عن العملية العسكرية المرتقبة شمال سوريا، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب القوات الأمريكية من سوريا. قوض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ هذا الأسبوع سحب قوات بلاده البالغ قوامها نحو 2000 عسكري من سوريا، ركيزة أساسية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. بدوره تراجع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عن العملية العسكرية المرتقبة في الشمال السوري، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب القوات الأمريكية من سوريا. وقال أردوغان في كلمة له أن المستجدات الأخيرة في الساحة السورية دفعته لعدم القيام بحملة عسكرية في الشمال السوري، زاعما أن التطورات الأخيرة دفعته للتريث لفترة قبل دخول سوريا، مضيفا بأن مكالمته الهاتفية مع ترامب واتصالات أجهزة بلاده الدبلوماسية والأمنية فضلا عن التصريحات الأمريكية الأخيرة دفعتهم إلى التريث لمدة، وزعم أن بلاده تعمل على ضمان أمن المنطقة، مشيرا إلى الخطوات التي تقوم بها تركيا سواء مع روسيا أو إيران، زاعما أن تركيا ليس لها أطماع في الأراضي السورية. مؤشرات واحتمالات عن وجود تفاهمات تركية أمريكية دفعت أنقرة إلى التريث في إطلاق عملية عسكرية جديدة بشمال سوريا، بالإضافة لمواقف باقي الأطراف والقوى الإقليمية تجاه التحرك التركي المرتقب في الشمال السوري. ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا اختلفت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، فهناك من ينظر إلى القرار على أنه خطوة سليمة خاصة بعد إنجاز مهمة هزيمة داعش، لكن آخرين يرونه بمثابة هدية للتنظيم الإرهابي وطعنة لحلفاء واشنطن وإفساحا للمجال أمام روسيا وإيران وتركيا. قرار الانسحاب الأمريكي كان بمثابة أكبر الهدايا لتنظيم داعش، وزعم أردوغان أن بلاده ستتولى المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قواتها من هذا البلد. التقارير العالمية والدولية أكدت أكثر من مرة أن تركيا وأردوغان هو الأب الروحي للتنظيمات الإرهابية في سوريا، وأكدت أنه لا يزال يوجد آلاف من عناصر التنظيم الذين يسيطرون على مساحات صغيرة في سوريا، وعمليات تجنيد عناصر جديدة مستمرة. ورغم الضربات القاسمة التي تلقاها التنظيم من التحالف الدولي في الرقة والموصل، لكنهم لم يدمروا الفلسفة التي نشرها داعش حول العالم. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، يسعدني أن أرحب بضيوفي مع من باريس الأستاذ كادار بيري رئيس منظمة كرد بلا حدود، ومن القاهرة الأستاذ كرم سعيد باحث في الشأن التركي. ضيفي الكرام، أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. ضيفي من باريس أستاذ كادار، مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. لو عملنا جرد لتصريحات أردوغان بدنا نعبي 3-4 صفحات مثل ما بيقولوا، ولكن تأجيل العملية ومن ثم يقول البعض قد يلجأ إلى إلغائها، ما هو السبب الحقيقي الذي دفع أردوغان لمثل هذا القرار؟ يعني كما ذكرت، في الحقيقة تصريحات أردوغان بإمكاننا أن نقول بالشكل التالي: هل هو تصريح الصباح أم ما قبل الفطور أو بعد الفطور، قبل الغداء ما بعد الغداء، من كثرة التصريحات وكل التصريحات متناقضة لبعضها. أساس الأتراك متخبطون جدا، يعني تجد تصريح من رئيس التركي يناقضه وزير الدفاع، يناقض الاثنين رئاسة الوزراء، وكل ذلك بأنه لا توجد سياسة محددة لهذه الدولة، وبكل بساطة لأننا أمام ديكتاتور يصرح كما يريد، كما أهواءه، كما رغباته، كما حقده الدفين اتجاه الشعب الكردي تحديدا وشعوب المنطقة التي تطمح إلى الديمقراطية. يعني دعني أتحدث عن نقطة قبل سؤالك، وهي ماذا كان خلفية هذه التصريحات وهذه الحرب التي كانت، والتي ساعده في ذلك كثيرا الطابور الخامس الذي أراد أن يؤجج هذه المخاوف لدى جماهير روج أفا وشمال شرق سوريا كاملة. حرب نفسية أرادوا منها تهجير الناس، أرادوا منها فقدان الثقة بالنفس، أرادوا منها فقدان الثقة الجماهير بالإرادة الموجودة وقواتها المسلحة التي خلقت بالأساس لحماية هذه المنطقة ولم تخلق للهجوم على أحد. فهذه النقطة أنا أوجه بها عبر قناتكم الكريمة رسالة إلى المواطنين كافة، كردا عربا مسيحيين، الجميع، كل من يسكن في روج أفا
لتكن هذه تجربة جيدة لنا. وجدنا تصريحاتهم، ظن البعض بأنه في لحظات سوف يبدأ الهجوم، وها هو يلغي يؤجل الهجوم عفوا، وحقيقة الأمر هو إلغاء لهذا الهجوم، لأن أردوغان أدرك تماما بعد حتى الانسحاب الأمريكي بأنه في ورطة أكبر مما كانت. بداية ورطته الكبيرة في سوريا كانت في عفرين، وتتمتها الآن في شرق الفرات. انسحب الأمريكي، فماذا وجدنا من سياسات أردوغان؟ أردوغان لا يمكنه مواجهة قوات سوريا الديمقراطية بمفرده، أردوغان لا يمكنه دخول حرب استنزاف في هذه المنطقة، وخاصة أن المسافة طويلة أكثر من 500 كيلومتر، الدولة التركية غير قادرة على ذلك، وضعها الاقتصادي جدا منهار، هي في أمس الحاجة إلى ليرات جمعوها من خلال أبواب الجوامع وبعض الدول الإخوان المسلمين التابعة لها، كما دولة قطر قامت بدعمهم، يعني وضعهم لا يسمح. طيب. يريدون السيطرة عبر اتفاقات، وها هو الأمريكي يقول لهم أنا غير موجود، تفضلوا وافعلوا ما شئتم. ومع ذلك كل التصريحات طيب. تبينت بأنها كذب، وهي فقط يعني إخافة الناس ولفقدان الثقة. لكن ما طيب. وجدناه وما وصلتنا نعم. الرسائل منه من الداخل تؤكد بأن الجماهير ملتفة حول قياداتها وحول قواتها طيب. العسكرية أستاذ كادر. وهذا ما يعطينا أمل وبهجة أكبر للمستقبل. تفضل طيب. سيدي. اسمح لي أن أذهب إلى القاهرة، أرحب بضيفي من هناك أستاذ كرم سعيد. أستاذ كرم مساء الخير. مساء النور. يعني في نفس السياق والجزئية، ما هو السبب الحقيقي الذي دفع تركيا لإعلان تأجيل بدء العملية، عملية العدوان على شمال سوريا؟ يعني في البداية دعني أؤكد أن قرار تركيا بالذهاب إلى شرق الفرات عبر حملة عسكرية تستهدف طرد الأكراد من شرق الفرات ومنع التحام المناطق الكردية في غرب الفرات، قرار يبدو أن تركيا اتخذته بشكل واضح وصريح. هذه العملية لم تكن الأولى، تركيا لديها خبرات سابقة عبر عملية درع الفرات، عملية غصن الزيتون، تركيا لديها تواجد في الشمال السوري سواء الجيش بس كانت تقوم بالعملية بنيابة عن الجيش التركي، ربما كانت يختصر دور الجيش التركي على تقديم الخدمات اللوجستية وبعض المعدات العسكرية، وبالتالي التراجع عن تأجيل العملية هو مرتبط ب التغير الحادث في الموقف الامريكي من الازمه السوريه وقرار الانسحاب من بعد اعلان ترامب انه في غضون الايام المقبله سيكون هناك انسحاب تدريجي للقوات الامريكيه من سوريا. اتصور ان هذا القرار يصب في مصلحه تركيا اذا تم تنفيذه بالفعل، يعني اذا تم سحب شامل للقوات الامريكيه، اخشى ان يكون او يعني ربما يكون هذا الاعلان الامريكي اعلان تكتيكي وليس يعني قرار نهائي. الاداره الامريكيه اعلنت انها 2000 جندي في سوريا، صار ان العدد اكبر من ذلك. فكره الانسحاب الامريكي بشكل نهائي وبشكل مباشر من سوريا في هذا التوقيت الحقيقه يثير تساؤلات كثيره، هل هذا الانسحاب سيكون شامل ونهائي؟ في تقديري ان الاداره الامريكيه ستترك لها قوات وستترك لها عناصر في اداره الازمه السوريه المقبله، وهي مقبله على تسويه السوريه، ونتحدث عن انتخابات التسويه السياسيه. اتصور ان الاداره الامريكيه لا يمكن لها تغني تحتها من للاسف استاذ كرم التوقيت، وبالتالي نعم. هذا الاعلان عن القوات الامريكيه ربما ما دفع الاداره او التراجع الخطر للاسف استاذ كرم صوتك يتقطع، اتمنى ان يتم تجديد او اعاده الاتصال معك مجددا حتى نسمع صوتك بوضوح اكثر ونستفيد نحن والساده المشاهدين من معلوماتك وتحليلاتك. استاذ كادر بيري بالعوده اليك، يعني اشار الاستاذ كرم الى نقطه في غايه الاهميه عندما تحدث عن قد يكون هذا القرار الامريكي قرار تكتيكي لا اكثر، هنا في ظل ما صرح عنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، برايكم هل هناك بالفعل بوادر على الأرض تؤكد هذا القرار أم مجرد كما أشار الأستاذ كرم مرحلة تكتيكية أو قرار تكتيكي لا أكثر؟
يعني حول القرار الأمريكي، في الحقيقة كثيرا ما قلنا بأنه قرار من رجل مجنون، قرار من رجل تاجر، هو يعرف، هو رجل بورصة، يعرف أن يشتري ويبيع، يبيع كل شيء ويشتري كل شيء، هذا ما عهدناه من ترامب. لكن بالتحليل لقرار هذا، حتى الجميع تفاجأ، قياداته في أمريكا وحتى على الأرض، والأوروبيين البارحة قصر الإليزي أبلغ المجموعة التي كانت تمثل مجلس سوريا الديمقراطي السيدة إلهام والسيد درار، أبلغوه بأننا أيضا تفاجأنا من هذا القرار. يعني في الحقيقة بإمكاننا تحليله على عدة أشكال، أولها بأنه ترامب وجد عدة ضغوطات عليه، هناك اللوبي التركي ومعه طبعا اللوبي الصهيوني الداعم لدولة تركيا بالضغط على ترامب من أجل هذه الخطوة، وهناك أيضا ضغط أخلاقي من الكثيرين في العالم وأمريكا تحديدا بأن لا يسمح للتركي بدخول هذه المنطقة، فترامب وجد الحل في أن ينسحب ليجد التركي نفسه. طيب أستاذ كادر، أمام الروسي، نعم، شو رأيك بتصريحات أردوغان بذاته عندما قال بأنه كل ما تم تحقيقه هو مجرد من خلال مكالمة اتصالية هاتفية بين الرئيس الأمريكي وأردوغان، وعلى أثرها تم إقناعه بسحب القوات الأمريكية من الداخل السوري؟ يعني ما أكده الأمريكان كل أساس الأتراك يكذبون كثيرا، بدءا من رأس الهرم، نهاية بوكالتهم، وأنا لا أسميها وكالة أناضول، أنا أسميها وكالة الكذب التركية، لأنها لا تبث غير الأمور الكاذبة، الهدف يعني يكون أخبار كاذبة وهناك هدف من وراء تلك الأكاذيب، يعني قناة وكالة للاستخبارات بامتياز. لذلك التصريح التركي كان، يعني أردوغان كان يصرح بهذا الشكل، بينما من رئيس وزرائه وجدنا يقول تم تأجيل المعركة، كل ذلك من أجل أن لا يكون هناك اختلاط بين نيران صديقة، هو ما سماها بهذا الشكل، ويقصد القوات الأمريكية المتواجدة على الأرض. وجدنا أيضا تصريح من البيت الأبيض يؤكد بأن ترامب لم يستشر أردوغان، لم يرضخ لمتطلبات أردوغان، وإنما أبلغه بأنهم سوف ينسحبون. عند الحديث كان هذا الكلام قبل أسبوع من قرار ترامب، وقبل عدة أيام، يعني قبل 4 أيام من قرار أردوغان وإعلانه بأنه خلال يومين سوف يدخل المنطقة. إذن أردوغان أعلن، يعني كما ادعى، اقتحام أو دخول أراضي روج أفا بعدما سمع من ترامب بأنه سوف يسحبون القوات الأمريكية، وأيضا بمكالمة أخرى تم تأجيل القرار التركي الذي أعتقد بأنه تم إلغاؤه نهائيا، لأن تركيا غير قادرة. خلينا نوقف عند هذه النقطة، فقط نقطة واحدة بعجالة، وهنا قبل أن ينتهي الوقت، دائما تاخذ مني الوقت، هكذا هي الطباع. ما بدي اظلم استاذ كادر، ما بدي اظلم سيد كرم، لانه فقط الاتصال معه هلا صار جاهز، فقط نقطه واحده. تفضل. اردوغان والساسه الاتراك اصبح واضحا لديهم بان كل العالم، ودعني هنا اجمل، كل العالم يقفون مع قوات سوريا الديمقراطيه وشعوب تلك المنطقه، لان الكل ادرك بان هذه القوات هي من حاربت الارهاب طيله هذه الفتره نيابة عن العالم، وهذا ما وجدناه في تصريح البريطاني والكندي والفرنسي. طيب. والكثيرين من الصحافة الأمريكية نفسها يدونون تصرف ترامب، طبعا معه أردوغان ومحاولات. طيب. خلقه البلبلة والفتنة في هذه المنطقة. تفضل سيدي. تسلم أستاذ كرم سعيد، بالعودة إليك، يعني استمعت إلى كلام سيد كادر، قال بأن تركيا غير قادرة الآن على القيام بأي عمل عسكري نتيجة الأوضاع الاقتصادية والضغوط الأخلاقية من قبل المجتمع الدولي لردعها بعدم قيامها بأي عملية عسكرية تجاه الشمال السوري. تفضل أستاذ كرم. لا، الأزمة الاقتصادية التركية لا تمنع تركيا من النظر في مسألة تتعلق بالأمن القومي التركي، مسألة الوجود التركي الكردي والسعي لإقامة كيان حكم ذاتي أو ما شابه ذلك، تراه تركيا مسألة أمن قومي ولا تتردد في أن تحشد كل مواردها المالية واللوجستية والعسكرية لمنع هذا الأمر. الأزمة الاقتصادية جزء منها بفعل المخططات المالية التي وفرتها تركيا للعمليات العسكرية في الشمال السوري. الأمر ربما لا يحتاج إلى تدخل تركي مباشر هذه المرة، هناك عناصر الجيش السوري الحر، هناك عدد كبير من الجماعات الموالية لتركيا في الشمال السوري،
سوريا تركيا موجودة في عفرين بشكل مكثف، موجودة في مدينة البيت في تل رفعت، في مناطق قرى ومناطق كثيرة في الشمال السوري، ولديها كوادر عسكرية تستطيع أن تعتمد عليها في الدخول في صراع عسكري مع الأكراد. أتصور أن موقف الأكراد أصبح ضعيف بعد الإعلان الأمريكي عن الانسحاب من سوريا. المساومة بالورقة الكردية أمر معروف، أتصور أن الأكراد سيخرجون من هذه المعركة بلا شيء. الخبرة التاريخية حتى تؤكد ذلك. تركيا لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وواشنطن لا يمكن أن تضحي بحليب استراتيجي لمصلحة حليب تكتيكي متمثل في الأكراد. المسألة مسألة ترتيبات سياسية، مسألة ترتيبات في المنطقة. تركيا دولة إقليمية كبيرة ولا يمكن وصلت الفكرة أستاذ كرم أو الأطراف الإقليمية خاصة دهمنا أن تعيد صياغة المشهد السوري بعيدا عن تركيا، لكن يمكن لا أن تعيد صياغة المشهد بعيدا عن الأكراد وهم حلقة ضعيفة. طيب خليتني اضطر اني اخذ تعقيب اخير من الاستاذ كادر. استاذ كادر، تجاوزنا وقت البرنامج بس مشان ما تتهمني مره ثانيه بعطيك 30 ثانيه، تفضل بعجاله. تفضل استاذ كادر. لم اسمع السؤال عفوا. قلت تعقيب على ما تفضل به استاذ كرم ب 30 ثانيه، تجاوزنا الوقت المخصص، تفضل. يعني عندما نتحدث عن الوضع الاقتصادي التركي السيئ وبان اتفق معه بان الاتراك سوف يعني يضحون بكل شيء من أجل القضاء على أي شيء ديمقراطي، وليس فقط الكرد، ولكن العامل الاقتصادي له دور كبير، وتركيا غير قادرة على ضربة مفاجئة بإنهاء روجافا شمال سوريا وشرقها. لذلك إن حاولت هي تدرك بأنها ستكون حرب استنزاف لهذا تركيا لا يمكنها خوضها مثل هذه المعركة، لن تدخل إلا عبر اتفاقات. وأصبح واضح. طيب وصلت الفكرة، خليني أشكرك سيد كادر، خليني أشكرك، مضطر، تجاوزت الوقت المخصص للبرنامج. ضيف من باريس أستاذ كادر بيري رئيس منظمة كرد بلا حدود، شكرا لك، وشكرا أيضا لك ضيف من القاهرة أستاذ كرم سعيد باحث في الشأن التركي. مشاهدينا موعدنا يتجدد على رأس الساعة.